مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون: من المواقع المحلية، الحوثيون ينفذون حملة لتغيير أسماء المدارس في إب. وفي الصحافة العربية، محافظ اليمن ضحايا تقلبات علاقة هادي بالسعودية والإمارات. وفي البي بي سي، منظمة الصحة العالمية تحذر من احتمال تحول كورونا إلى وباء. مدرسة الثورة للبنات في مديرية جبلة بمحافظة إب لم يعد هذا اسمها، وقد تغير لتصبح مدرسة فاطمة الزهراء. وهي ليست المدرسة الوحيدة التي غيرت ميليشيا الحوثي اسمها، ووفقا لموقع المصدر أونلاين، الحوثيون يدشنون حملة لتغيير أسماء المدارس في إب بتسميات تعزز حضور الجماعة. قال مصدر تربوي إن جماعة الحوثيين دشنت في محافظة إب حملة لتغيير أسماء المدارس في عدد من مديريات المحافظة بأسماء جديدة تعزز حضور الجماعة وتكرس فكرها. وأشار المصدر إلى أن مكتب التربية والتعليم الخاضعة للجماعة بدأ حملة تغيير أسماء المدارس من مديرية جبلة غرب مدينة إب. وبحسب المصدر الذي يعمل في مكتب التربية، فقد جرى تغيير أسماء أخرى بالإضافة إلى مدرسة الثورة، فقد استبدلوا اسم مجمع الصالح الثانوي للبنين ليصبح اسمه الجديد مجمع الشهداء، وهو ما تعتبره الجماعة تخليدا لتضحيات مقاتليها الذين سقطوا وهم يخوضون معارك سيطرة الجماعة على البلد باعتبارهم ينفذون أمرا إلهيا. عقدة اليمن في أبجديات الحراك الجنوبي. تحت هذا العنوان كتب شادي صالح باصرة مقاله المنشور في موقع عدن الغد مضيفا: يغيب الإبداع عندما يسمي قادة الحراك جنوب اليمن بدولة الجنوب العربي، وهي تسمية بريطانية لدولة تكونت من مجموعة سلطنات ولم تستمر هذه الدولة لأكثر من 10 أعوام، والأهم من ذلك لم تدخل حضرموت هذا الكيان أبدا. فهل يعني هذا أن الحراك يتخلى عن حضرموت ضمن الجنوب المنشود؟ أيضا كيف يحتفل أصحاب هذه الفكرة بثورة 14 أكتوبر ذكرى التحرير من الاستعمار البريطاني، وفي نفس الوقت ينسبون أنفسهم لدولة سماها مندوب سامي بريطاني محتل؟ هل يظنون أن الحضارمة وغيرهم من مناطق جنوب اليمن سينسبون أنفسهم لجنوب عربي مجهول ليطمس بهذا حضرميته ذات التاريخ الذي يمتد لآلاف السنين؟ يتحول كل جنوبي لمدرس في الجغرافيا والتاريخ كلما هم بالإجابة عن السؤال من أي دولة أنت، ليبدأ بإعطاء مقدمة خلدونية عن كيف كان الجنوب دولة مستقلة وكيف ازدرى حاله بعد الوحدة، كل هذا حتى يجيب عن سؤال بسيط: من أين أنت؟ لماذا يجب أن ننسلخ عن تاريخ اليمن الكبير والذي يمتد لآلاف السنين فقط من أجل التخلص من ماض كنا شركاء في صنعه بإرادة ووعي كاملين عندما دخلنا في وحدة اندماجية غير مدروسة؟ لماذا نتخلى عن مئات الأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن فضل اليمن، ونتخلى عن المواضع التي ذكرت فيها اليمن في الإنجيل والتوراة، وعن القناعة الراسخة لدى الإخوة العرب عن كون اليمن هي أصل العرب؟ فكم التقيت من إخوة من ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا وغيرهم الكثير الذين يتفاخرون بجذورهم اليمنية؟ هل يجب أن نرمي كل هذا الإرث الكبير وراء ظهورنا من أجل صراع سياسي وحقوقي؟ انظروا إلى دويلات ناشئة مجاورة تدفع المليارات لصنع إرث حضاري من لا شيء، فهم إن وجدوا قطعة سيراميك إيطالية الصنع في الصحراء لا يزيد عمرها عن 40 عام تقوم الدنيا ولا تقعد، ويحتفظ بها داخل ألواح زجاجية ضخمة في المتاحف لتدلل على حضارة ذلك البلد وتجذره في عمق التاريخ. معتقلات الحوثي لا ترد أحدا، وفيها تقريبا من أصحاب المهن والحرف الكثير، لكن من اعتقلته أمس ربما الأول من نوعه، فقد تم اعتقال بائع متجول بين القرى. وعنون موقع الصحوانت: ميليشيا الحوثي تنهب سيارة مواطن وتعتدي عليه وتختطفه إلى أحد سجونها في إب. وقال الموقع إن الميليشيا نهبت سيارة مواطن بمحافظة إب في منطقة نقيل الخشبة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وأجبرته على الإدلاء باعترافات كاذبة وأودعته سجنا تابعا لها في المنطقة، ونهبت بضاعته البسيطة التي يتنقل فيها بين القرى لكسب لقمة العيش له ولأفراد أسرته. تقول المصادر
تتكون أسرة عبد الحميد البدوي الذي تم الاعتداء عليه من 9 أفراد بعد نقل البائع المعروف في المنطقة إلى سجن دار القرآن بمدينة دمت. شاهد المواطنون أفراد الميليشيا وهم يتنقلون بالسيارة المنهوبة من مكان إلى آخر بينما صاحبها في المعتقل. تأجلت جلسة مشاورات جديدة بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية، كان من المقرر أن تعقد في العاصمة الأردنية عمان برعاية أممية، وعنون موقع عدن الغد مشاورات بين الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي في عدن وصنعاء. وعلمت صحيفة عدن الغد من مصادر خاصة أن جلسة المشاورات الجديدة ستبحث جهود توحيد البنك المركزي التابع للشرعية في عدن والبنك التابع للحوثيين في صنعاء. المصادر أكدت تعثر انعقاد مشاورات للتسوية الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين، وقد كان مقررا أن تبدأ هذا الأسبوع في عمان لبحث إجراءات توحيد البنك المركزي. وأشارت المصادر إلى أن توحيد البنك المركزي سيتم وفق ضمانات تؤكد على حياديته واستقلاليته، على أن يتراجع الحوثي عن الإجراء الأخير بحظر النقود الجديدة وأن يتم دفع الرواتب للموظفين من عائدات الحديدة. ولم تفصح المصادر عن الموعد الجديد لانعقاد المشاورات الاقتصادية لتوحيد البنك المركزي بين الشرعية والحوثيين. هوان المواطن في بلاد العرب. تحت هذا العنوان كتب عمرو حمزاوي مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي وقال فيه: تواجهنا طرقات المدن العربية ببضاعة مجتمعاتنا المعاصرة الأكثر رواجاً جموع من الأطفال والعجائز والرجال الذين صاروا ضحايا حروب الكل ضد الكل، ضحايا ثلاثية الاستبداد والتخلف والإرهاب، تطالعهم أعيننا في عجز موجع. خليط من اللهجات العربية تلقيه على مسامعنا حناجر أمهات عراقيات وسوريات وفلسطينيات ويمنيات، وهن يتسولن طلبا لإنقاذ مؤقت للأطفال والعجائز من مصائر الجوع. خليط لهجات يزج بنا جميعا إلى مصائر هوان عربي بدايات القرن 21. وفي الواجهة أيضا أرقام تنشر وبيانات تصدر من منظمات أممية ومؤسسات إقليمية وجهات حكومية وغير حكومية تحدثنا عن مجتمعات ودول غنية بعيدة عنا تتعطل ضمائر حكوماتها فترفض تقديم العون الكافي لتمكين الضحايا من الحياة، وعن حكومات قريبة منا تواصل الإنفاق على تسليح المتورطين في حروب الكل ضد الكل وفي الاقتتال الأهلي بحثا عن النفوذ والسيطرة بينما تمتنع عن تقديم المساعدات الإنسانية. لا أبواب لخروجنا السريع من الهوان، ولن ننجح نحن عرب بدايات القرن 21 في الانتصار لحق المواطن في الحياة الكريمة والآمنة من دون لملمة لأشلاء الدول الوطنية تبدأ بالتحول الديمقراطي والتنمية المستدامة واستعادة السلم الأهلي لكي تتوقف حروب الكل ضد الكل وتتوارى ثلاثية الاستبداد والتخلف والإرهاب. غير ذلك سينعون قريبا اختفاء مجتمعاتنا ولن يبقى سوى شواهدنا. انضم راجح سعيد باكريت أخيرا إلى قائمة طويلة من محافظي اليمن الذين أطاح بهم الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال سنوات الحرب الخمس، وذلك بعد عزله من منصب محافظ المهرة بقرار جمهوري قوبل بارتياح شريحة واسعة من اليمنيين، لكنه أجج في المقابل الاحتقان الحاصل بين الحكومة الشرعية والمجلس الانفصالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. وفقا لصحيفة العربي الجديد، محافظو اليمن ضحايا تقلبات علاقة هادي بالسعودية والإمارات، وعين هادي البرلماني محمد علي ياسر محافظا جديدا للمهرة خلفا لباكريت الذي تم إرساله بقرار آخر إلى عضوية مجلس الشورى وهو الغرفة التشريعية الثانية التي تتم فيها مرادات المسؤولين المعزولين بمنصب شرفي. من جهته أعلن المجلس الانفصالي الجنوبي رفضه للقرار واعتبره خرقا لاتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الشرعية والانفصاليين في نوفمبر الماضي ولم تتحقق منه أي بنود رئيسية. على الرغم من مرور 100 يوم على توقيع إذ كان الاتفاق ينص على أن يتم تعيين محافظي المحافظات المحررة بالتشاور بين الجانبين. باكريت هو أول محافظ يمني تتم الإطاحة به منذ مطلع العام الجديد، لكنه آخر ضحايا قائمة طويلة من المسؤولين المحليين الذين عزلهم هادي في المحافظات المحررة الخاضعة للشرعية. العاصمة المؤقتة عدن كانت في صدارة المحافظات اليمنية التي شهدت أكبر سلسلة تغييرات لمحافظين منذ بدء الحرب. كان أولهم القيادي في المقاومة الشعبية نايف البكري في يوليو 2015،
ولأن الإمارات التي كانت متحكمة في زمام الأمور بعدن عقب تحريرها من الحوثيين لم تكن راضية عنه، فقد تمت إقالته ليخلفه في المنصب اللواء جعفر محمد سعد أحد قادة المقاومة أيضا ضد الحوثيين. ولم يمكث سعد طويلا في منصبه، فقد شغله لأقل من 3 أشهر، إذ تم اغتياله بعبوة ناسفة استهدفت موكبه في عدن في 5 ديسمبر كانون الأول من العام 2015. وفي اليوم التالي لاغتيال اللواء سعد عين هادي العميد عيدروس الزبيدي محافظا لعدن، واستمر في منصبه حتى 27 من أبريل من العام 2017، إذ تمت الإطاحة به بسبب ولائه المطلق للإمارات وتمرده على الشرعية. لا وقت للانتظار، تحت هذا العنوان كتب سامح راشد مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد مضيفا: ظهرت منذ عدة عقود أفكار حول تقسيم المنطقة وتفكيك دولها إلى دويلات صغيرة، وتحولت من أطروحات متداولة عبر وسائل الإعلام وتصورات افتراضية إلى واقع على الأرض، سواء بشكل رسمي كما حدث بانقسام السودان إلى شمال وجنوب، أو واقعا فقط كما حدث في سوريا واليمن وليبيا، بل إن دولا لم تدخل بعد في مرحلة الفوضى الكاملة أو التفكيك الفعلي، مثل العراق خرجت اقتراحات بتحويلها إلى دولة فيدرالية، وهي في مضمونها دعوة أو إعلان نوايا في الاتجاه نفسه. لو لم يكن لدى العرب ما يستحقوا لما كانوا مطمعا لأي كان، لكن المسؤولية الذاتية عن ذلك المنحدر مؤكدة ولا يمكن التنصل منها، فالمؤامرات لا تنتقي الشعوب العربية دون غيرها. وبعد أن تحولت الأفكار التي كانت تعد سيناريوهات خيالية إلى واقع فعلي قائم على الأرض ومستمر، فإن عدم التحرك عربيا لمواجهتها والحيلولة دون اكتمالها يعني ببساطة قبولا ضمنيا ودعوة مفتوحة للمضي فيها وتطبيقه في حالات أخرى. فبعض الدول العربية تظن أن في وسعها البقاء والاستمرار بل والازدهار من دون تنمية اقتصادية وإنسانية أو حد أدنى من الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة. وليس أدل على ذلك من أن الدول الناجية من طوفان التفكيك والتشتيت والانهيار هي فقط التي تمتلك تلك المقومات الأساسية، وتجلى ذلك النموذج بصورة شبه مثالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وفضلا عن الأسباب الأصلية لذلك الخطر الداهم، لا بد عربيا من الانتباه وتلافي أسباب التأخر في مواجهته، وفي مقدمتها النزوع العربي إلى الفردانية والاغترار. وكل الدول التي تعرضت للانهيار أو في سبيلها إليه لم تستشعر خطر ما يجري حولها حتى داهمها فعليا بعد فوات الأوان وانسداد سبل الاستدراك أو النجاة. قالت منظمة الصحة العالمية إن دول العالم مطالبة ببذل المزيد من الجهد والاستعداد لوباء محتمل بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، وأوضحت أنه من المبكر إعلان الوباء حاليا، ولكن لابد أن تكون دول العالم في مرحلة الاستعداد لهذا الاحتمال الوارد. وتعنون البي بي سي: فيروس كورونا، منظمة الصحة العالمية تحذر من احتمال تحول الفيروس إلى وباء. يعلن الوباء عندما ينتقل المرض بسهولة من شخص لآخر في العديد من مناطق العالم. سجلت العديد من دول العالم إصابات جديدة بالفيروس القاتل، منها كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران والكويت والبحرين، وهو ما أثار مخاوف من أن يصبح الفيروس وباء عالميا. كما أعلنت كل من العراق وأفغانستان والكويت والبحرين عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكانت جميع الحالات قادمة من إيران. ووفقا للموقع لم يكشف حتى الآن عن لقاح ناجع لمنع انتشار فيروس كورونا. أعلنت اتحادات كرة القدم في إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية عن قواعد جديدة تقضي بمنع تلاميذ المدارس حتى عمر محدد من تسديد الكرة بالرأس، وذلك للحد من احتمالات حدوث إصابات في المخ. ووفقا لصحيفة القدس العربي، بريطانيا تحظر على تلاميذ المدارس تسديد الكرة بالرأس. لماذا؟ وتقضي الإرشادات الجديدة المعلنة من قبل الاتحادات الثلاثة بمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما من تسديد الكرات بالرأس خلال التدريبات. وستطبق اللوائح الخاصة بتسديد الكرة بالرأس على من تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما، مع استثناء المباريات من تلك التغييرات، حيث ذكر الاتحاد الإنجليزي أنه نادرا ما يحدث فيها أن تسدد الكرة بالرأس. وجاءت القواعد الجديدة بعد دراسة أجرتها جامعة غلاسكو، حيث أظهرت أن احتمالات وفاة لاعبي كرة القدم السابقين بأمراض الدماغ تتضاعف 3 مرات ونصف مقارنة
بالأشخاص الآخرين. انتقام الجرافة، تحت هذا العنوان كتب جدعون ليفي مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، وجاء فيه: يجب أن نشكر سائق الجرافة العسكرية الذي انقضى أول من أمس على شوارع كفر قدوم، ويجب حتى الثناء عليه. لقد رسم للإسرائيليين والعالم صورة دقيقة بدرجة مدهشة عن الواقع. شاهدوا الفيلم القصير الذي انتشر في الشبكات الاجتماعية. هذا هو الاحتلال، هكذا يبدو، هكذا يتصرف، مدمر وعريف ومنفلت العقال. يصعب التفكير بصورة أكثر وضوحاً من هذه الآلة التي تسير بشكل وحشي في شوارع قرية فلسطينية وتندفع نحو الجمهور الهارب الذي يريد النجاة بحياته. وانسوا البراعة اللغوية، هذه الجرافة تتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكثر من أي متحدث بليغ. انسوا الكورونا، هذا هو الوباء الحقيقي، هناك الملايين ممن يحملونه في إسرائيل. كفر قدوم هي من القرى الفلسطينية الأخيرة التي ما تزال تناضل، فهم يحاربون هناك من كل أسبوع من أجل الشارع الرئيسي الذي تم إغلاقه بسبب مستوطنة كدوميم. فيلم قصير مدته 9 دقائق صوره سكان القرية أول من أمس يظهر عشرات الشباب الغاضبين والشجعان الذين يرشقون الحجارة على الجنود الذين يطلقون قنابل الغاز المسيلة للدموع عليهم. رقصة الموت، ولدان تم إطلاق النار على رأسيهما هنا مؤخراً، الجنود يطلقون النار، الشباب ينسحبون، مقالع داوود أمام قذائف القنابل مع يوتنان بوليك، مرة أخرى بشرى المعارضة وصراخ مرير في الخلفية. بعد ذلك تظهر الجرافة التي تندفع بسرعة بين المتظاهرين ومن كان جلوسه المرتفع والمحصن لا يمكن للسائق أن يميز إذا كان يدهس شخصاً في طريقه. لا يبدو أن هذا الأمر يقلقه، فليس الذي أمامه من بني البشر، أمامه فلسطينيون. عندما يتعاملون هكذا مع المتظاهرين في إيران فإن إسرائيل ترتدي قناع الصدمة، فالجيش الإسرائيلي مسموح له، إذ تعثر شخص أثناء الهرب فإنه يقوم بدهسه حتى الموت ولا يشعر برجفة في جناح جرافته. لم يكن أحد ليطلق على ذلك عملية دهس، العنف هو فقط فلسطيني. حروب ونزوح وفيضانات ولقاءات سياسية، كل هذا في صور صحيفة الغارديان التي وثقها مصورها من مختلف أنحاء العالم. نتابع. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في جولتنا الأخيرة لهذه الحلقة. نهاية هذه الحلقة، نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.